اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم رانا في وهران وموضوعنا حيكون على واحد الظاهره راه يعاني منها بزاف من الشباب واللي هي ظاهره البطاله. تبعوا معنا. البطاله في الجزائر راها منتشره بزاف، انا واحده من هذوك الناس لاني نحوس على خدمه من مازال ما تلاقيتش كاع. بير دو فامي عندي جوج ولاد راني اون اتونت. في لاجيري تاعنا عندي جوج ولاد مانيش خدام. شحال فيها مرض؟ جيسكا ماتنو راه عندي 39 فون مانيش خدام. بزاف والله لا بزاف، عندك شراني داير روحي كاميرامان غيطينا حمد لله. ما كانش ضربت روحي؟ ضربت روحي على خطر ما كانش الفيت، شقدك تقول لهم اعطيني بويا اعطيني بزاف تكره. نيشان غير تقول لهم اعطيني اعطيني تيطر تقولهم. وقت تحوس على خدمة صراحة. راني غير نجري دروك راني جايب صوار هيك وراني ندور من الصباح راني ندور هو ندي زيدا ما في. ما تكبرش على الخدمة تخدم. ما نخدم كل شيء نصلح ونخدم. انا نحب نخدم برك هذا ما كان نخدم نخدم كراه حياتي انايا. الدبلوم ما كاين والو كاع في البلاد هذيا. دومون دومبلوا حوس كل بلاصه ما كانش كاع. حوس بليزيور دو فوا وحوست 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 شاك فوا يا تال معيد صاي جي بيان افوندوني. ماكش تحوس على خدمه. صاي عيد خويا. وكيفاش تعيش هكا راك مزوج؟ نهار هكا تجي نخدم حمال نهار كاين نهار ما كانش. انا فري دو فري ولد وهران خويا راني لا خدمه لا صدمه. عندي لا ليسونس حوست على خدمه وما كانش. كيما لقيته؟ بيان شور. بالديبلوم تاعي. علاه ما لقيتوش؟ جو سي با باسكو العارف باسكو بارتو بالعرف. لازم معرفة. بيان شور لازم معرفة، ديها من عندي برا اسمي، عندك العرف تخدم ما عندكش ما تخدمش راك قاعد. أنا بيرسونيلمون ماشي عايشة بالجزائر، وعلى جال الشوماج هذا جي كيتي لو بيي. راك فاهمني؟ جي كيتي مون بيي مالوغوزمون أكوز لو شوماج. قلت لك لا جوناس تاعنا. اليوم يريسكو يروحوا يريسكو اللي راه يموت في البحر واللي راه اللي راه متغرب على دارهم واللي راه على جال الخدمه هنا ما كاش. ما كاش واحد تعطيه خدمه ويهرب من البلاد، ما كاش منها قاعد هي اللي قال لي كذب عليك. حوست والو، واحد من الريستورور عنده قال لي اسمح لي كاين خدام كيما هكا، عمل واحد مرشي ميشلي لاباستي قاعد درته والو. ما عندكش ديبلوم ولا؟ ما عنديش ديبلوم خويا. ميم فوندوز ما لحقنالهاش، في حانوت ما لحقنالهاش. كاين بزاف تاع الناس اللي راهم خدامين سيرتو في لي فاكونس وكاع ما تلقاش خدمه تو سامبلومون ما كاينش خدمه. كوافير بالمعرفه ماشي خدمه، خدمه سيتنا الراف في لاجيري. شفنا معرفه نروحوا نخدموا برك هذا ما كان تلاني هذا الحيط ليك واسمك شكون وليت انايا؟ واه نخدم انايا نخدم الحمد لله يا ربي وماذا بينا كاع الناس تخدم ماذا بينا حتى واحد ما يقعد بلا خدمه ان شاء الله يا ربي. كاين بزاف اللي يقول لك دوكا الخدمه ولات بالمعرفه. انا ما نامنش بهذه باسكو انا بيرسونيلمون ما دخلتش بالمعرفه ما نكذبش عليك. الشيرات اللي يخدموا بزاف بنات و البنات الرجال راهم يوقفوا في القنوطه شفتهم انا القهوه الدار الا كان كاين في الجيب باش تقهوه راك تقهوه ما كانش تروح الدور. يقول لك انا ما نصلحش، كاين اللي يقول لك انا ما نلمش الكاغط، كاين اللي يقول لك انا ما نخدمش ديك الخدمه ما نفلحش نص شرطو يتشرطوا. تما الخدمه كاين انت كي تشوف الخدمه كاين اللي قرا قلت لك يخدم اللي ما قراش راه قاعد قاد بالحيط. خدام رجال سيدهم صاحبي ماما ما فيها والو هذه. يعني انت ما لقيتهاش برك؟ ما لقيتهاش برك هذا ما كان تنوض على 8 تاع الصباح تروح تدبر وين تروح يقول لك ما كانش. كل واحد شي يخدم كاين اللي يخدم ود عمك اللي يخدم ود خالتك راك فاهمني خويا. ستياسيون نطلبوا من السلطات حنا ما دامنا صغار يفرجوا علينا. الخدمه ما كانش راك فاهمني؟ الخدمه اللي ما كانش ولا الشباب اللي ما يحبش يخدم؟ لا الخدمه ما كانش دابا عليك الشباب ما يحبش يخدم. قريب 20 سي في في شحال من مؤسسة والو راني قاعد دفعت في الدنيا مومو دفعت واحد اللوتان قاعد فيهم يعيطوا لي. بدا ثاني وسع ما كاش خدمة ما كاش عندي كرتونة تاع لي سي في ديالك. دفعت سي في عندك ديبلوم؟ عندي ديبلوم ودفعت مع سي في قلت لهم حاب نخدم على روحي ما عرف راني نستنى حتى يعيطوا لي ما عيطوا لي عندي تقريبا عام. كاين ناس بديبلوماتهم راه قاعدين بلا خدمة. كيف واحد قاري بديبلومه يحوس على الخدمه يقول ما كاش. انت دوكا ما راكش خدام شكون اللي يصرف عليك؟ دارنا. داركم؟ شكون حيصرف عليك؟ الدار حتى الدار مش غدوه بس حتى الدار دير في حسابك غدوه مش حيقعد يصرف علي. غدوه انا نكبر ما نلقاش عندي لاسيرونس كيف ندير؟ نطلب خدمه باسيرونس راني باغي انا امنيه تاعي اسيرونس كارت شيفا ما نروحش نشري دواء ب 80000 درك ما تمر غدوه ان شاء الله ونجيب لها دواء ب 80000 100000 ونسلف ندير في روحي الدين وما كارت تاع شيفا. اللي جات خدمه لا بغا صلاه كاع معليش شكون اللي قال لك ما كاينش؟ كاينه كاين فنيانين الفنيين اللي ما يبغيش يخدم ها والله الخدمه كاين كاين الخدمه واه نورمال الخدمه موظف في شركه وطنيه والحمد لله راني هاني يعني حوست على خدمه لقيت نور حوست على خدمه درت سيفيات
ودخلت بطريقه قانونيه بلا معرفه بلا بزاف اللي يقول لك بالمعرفه يدخل. كاين اللي هو يبغي يدخل بالمعرفه هو اللي يوصل. دخلت بالمعرفه صراحه دخل والله لا دخلت بطريقه قانونيه عادي كاع كيفي كيف الناس. قلت لك انا ما قريتش ثاني نخدم عند الدوله نخدم عند ليطا الحمد لله يا ربي. صراحه دخلتي بالمعرفه ولا لا؟ دخلت بدعوه الخير كونكور ربحت. ما ملي روحت حانوت كيما هكا ولا تدفع لها سي في ولا من قار ما يعيطوا لي ما والو حانوت هكا وزين ندبر حانوت دوك يقول لي خلي لي النيميرو تليفون ما يعيطوا ما والو ثاني. كيفاش دوك هكا بلا خدمه؟ راني بلا خدمه راني كاع الصوماج هكا بارك خدم باركينغ باركينغ. الدوسي اللي غادي ندفعه شكون اللي غادي يقبل لي انا غادي نخدم انا يعني دوك هكا بلا خدمه؟ بلا خدمه راني نورمال راك تشوف الوطن نخدم فيهم نورمال عادي. تخدم باركينغ؟ باركينغ واحد يعطيك واحد ما يعطيش واحد كل واحد وكيفاش صاحبي. قادرين الريسبونسابل ديالنا قادرين يقضيوا على البطاله هذه قادرين يخلقوا مؤسسات تربويه اجتماعيه ثقافيه اكسيتيرا عندهم هاد لي مويان. انا جاي مسكي كدا الوهران باش تحوس على الخدمه ما لقيناش يا خويا. او هادوك صحاب الجامعه ثاني يقرا 4 سنين 5 سنين ويقعد شوماج يروح يخدم شي سبيسياليتي تاعه تلقى طاكسيور تلقاه داير دروا داير افوكا بصح ما يخدمش الخدمه تاعه قاعد. وديجا كاين بزاف هنا لي كارتي في وهران كاين بزاف الشاشه يخدموا مقدرات باسكو ما كانش خدمه ما تلقاوش خدمه بسامبلومون. ابار شوابي مساكين من يشوفوك مغبون هكا يعطوك يعرفوا بلي الجيل هذا كاع راه يكمي الدخان مسكين حياته راه ضايعه يعطيك 20 30 10 الف بصح شقد. صراحه انا التريكو لاكوست شحال شريت؟ هذا اونصوب شريته جملين و200 جملين و200 كيف ما تخدمش شريته جملين و200؟ ندورو ماشي ما نخدموش كاع ماشي مريحين بصح. كيفاش تدور؟ دورو خطره على شيباني خطره على عمتي تشري تليفون تبيعه كش ما تدي فيه 200 الف هيا هاكا. وحنا بروحنا هذا ما نلبسوش نقول لك على نلبسوه نلبسو هذا دوك مين هي قدام نبيعوه نعاود نزيدو عليه 200 نشرو واحد اخر تالي هيا هذه هي وهذا مكان وميرسي ونشكر قناه نهار بزاف اللي راها عطيتنا المجال باش نهضروا في هذه الحصه وربي يخليكم. كما شفتوا مشاهدينا الكرام كان هذا هو موضوعنا لنهار اليوم. انا ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا اوفياء البرنامج صالح جدا وما تنساوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. سلام.